أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة حرص الوزارة على الاستمرار في تطوير المبادرات المحفزة للقطاع الاقتصادي والتجاري في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يتماشى مع أهداف خطة التعافي الاقتصادي وتسهيل الإجراءات لاستقطاب الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي على كافة الأصعدة. جاء ذلك لدى الإعلان عن إطلاق نظام السجلات بنسخته الثالثة المطور، وذلك بالتعاون بين الوزارة وهيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية وبريد البحرين وشركة سيسكو. وخلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين، أكد وزير الصناعة والتجارة أن النظام المطور يستخدم تقنيات البرمجة الحديثة لتلائم خصائص الأجهزة الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى خدمات جديدة أخرى أبرزها خدمة المرشد الآلي، والتي تعد أداة تفاعلية وخطوة استباقية تمكن وتساعد المستثمرين من تسهيل الإجراءات في كل ما يحتاجونه لتأسيس أنشطتهم التجارية. وأضاف فخر أن النظام تم تحسين سرعته وأدائه من خلال تطوير البنية التحتية التقنية عبر ترحيل المنظومة إلى بيئة الحوسبة السحابية لزيادة سرعة وفاعلية النظام وضمان جودة الخدمات المقدمة بغية تحقيق تجربة أفضل للمستثمرين. دشنت وزارة الصناعة والتجارة بحضور عدد من أصحاب الشأن التجاري في مملكة البحرين نظام سجلات بنسخته الثالثة في بيت التجار، حيث شمل النظام حزمة من التحسينات كان أبرزها تحديث واجهة الموقع الإلكتروني، فضلا عن تقليل عدد الخطوات للوصول إلى الخدمة بمعدل 50%، وذلك لتسهيل متابعة المعاملات والسجلات التجارية. هو أول نظام يمكن يجمع 60 جهة حكومية جميع خدماتها بكل خطواتهم في مكان واحد، ما يحتاج الواحد أنه ينتقل من منصة لمنصة ومن وزارة لوزارة، يتابعها من خلال مكان واحد، وكل الجهات تقوم بتقديم خدماتها من خلال هذه المنصة. اليوم طبعا التدشين تم إعادة تصميم الواجهة بحيث أن تكون واجهة جدا سهلة، الخطوات مختصرة، يحتاج التاجر كل الخدمات الأساسية تكون موجودة في الصفحة الأولى. هذا يصب طبعا في الخطة الوطنية العامة بالنسبة لخطة التعافي، وإن شاء الله يعني نتمنى لوزارة الصناعة والتجارة التوفيق إن شاء الله في هذا التدشين، وأنه يكون إضافة طيبة بالنسبة للاقتصاد الوطني إن شاء الله. قدرنا احنا نقلص عدد الخطوات اللي واحد يأخذها على أساس أنه يوصل للخدمة وإتمامها بنسبة 50%، وأيضا قد ما نقدر أضفنا إرشادات ومعلومات وبيانات موجودة في نظام سجلات، وحتى أيضا نماذج ممكن صاحب الطلب ينزل هاي النماذج ويرفعها في النظام، كلها تسهيلا لطريقة العمل. هذا وتواصل مملكة البحرين من خلال هذه المنظومة الإلكترونية رحلتها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي بشأن تسجيل وترخيص المنشآت التجارية، إلى جانب الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة. أهم ما يميز سجلات في هذه النسخة هو قربة من التاجر نفسه، قربة من التاجر بمعنى أن جميع الخدمات ممكن ترتبط بالتاجر في أول ما يدخل على النظام، وبالتالي يرى جميع البيانات الشخصية والإشعارات المهمة بالنسبة للبيانات الشخصية. كمجلس نواب كان لنا دور كبير في كثير من التشريعات اللي كان لها دور في نجاح هذا البرنامج، لأن هذا النوع من البرامج تحتاج أن يكون فيها قوانين تدعمها، تدعم عملية تحول إلكتروني، أن أنت شلون تسوي معاملاتك وتحميها وتحمي نفسك وتحمي سرية هذه المعلومات. ويأتي هذا النظام المتطور للارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة من خلال توظيف أحدث التقنيات التي تمكن المستثمرين من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة. لإحداث نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية، مملكة البحرين تستمر في رحلة التعافي الاقتصادي وتطلق نظام سجلات بنسخته الثالثة لتؤكد سعيها نحو توفير البيئة الجاذبة والخصبة للمستثمرين سواء من داخل مملكة البحرين أو من خارجها، من أجل الارتقاء ببيئة ريادة الأعمال. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.